بيكم أصدقائي الأعزاء، أنا مزيكا جميل من مزيكا تحت الهواء. صديقتنا الجميلة صاحبة إرادة حقيقية بقوة إرادتها وعزيمتها، بتواجه الهواء بكل شجاعة وعزيمة وإصرار، وعلى طريق الأمل بتاخد خطواتها خطوة ثابتة على ساق واحدة وعكاز من البعد. صديقتنا الجميلة فقدت أحد صقايا بسبب إصابتها بالكانسر، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار، بتتحدى كل صعب. ثقتها بنفسها كانت أكبر دافع ليها لتخطي هذه الإعاقة وتجاوز هذه الأزمة. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، وإن مهما واجهوا من صعوبات وتحديات وإعاقات بقوة إرادتهم قادرين دايما على تخطيهم.